اهلا بيكم مره ثانيه. حابين واحنا بنتكلم عن منتخب مصر وعن مواجهاته في تصفيات امم افريقيا، حابين ان احنا نتكلم كمان عن تاريخ منتخبنا في التصفيات، وطبعا خير من يحدثنا عن نوستالجيا منتخبنا في البطولات المختلفه على تنوعها، وطبعا الاستاذ محمد صادق مدير مؤسسه الارشيف العربي اللي كان وحشنا بقاله كتير. الحمد لله على السلامه يا استاذ صادق، منور الدنيا. ازي حضرتك؟ صباح الخير عليكم يا استاذ نوهند، وان شاء الله النادي الاهلي طول عمره وجه حضاريه في العالم كله. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن مصر، وهنتكلم دور مصر في تصفيات، والنهارده هنتكلم على حاجه جميله قوي. تاريخ مصر كبير جدا في تصفيات الامم الافريقيه، لكن احنا عشان داخل هنا ماتش مهم جدا بعد يومين، اثيوبيا وبعديها ملاوي، وبعد كده لا مش ملاوي بقى، غينيا. لا غينيا لعبناها، هنلعب غينيا وفي ملاوي برضو. ان شاء الله اول ماتش هيقابلنا ماتش مين؟ ماتش اثيوبيا. اثيوبيا بقى ليها قصه جميله معانا قوي. اثيوبيا تاريخ جميل في الرياضه المصريه، كان زمان او مع الاتحاد الافريقي في مصر قالوا نعمل بطوله تجمع بين دول افريقيه، فقالوا ايه نجيب مصر. مصر قالت اقترحت ان في دول افريقيه تخش ونعمل ايه مباريات افريقيه تجمعنا وتوطد العلاقه بين الدول وبين الشعوب وكده. فاول بطوله اتعملت في 57 كان باشتراك مين؟ مصر والسودان واثيوبيا، دول حوض النيل. بس طبعا عيد حوض النيل بيجمعنا الميه والزرع والتاريخ والاصاله والمحبه، مصر والسودان واثيوبيا. فعملوا اول بطوله، واول بطوله ايه كسبناها بعد ما كسبنا السودان وبعد ما كسبنا اثيوبيا. نتكلم بقى عن اللي احنا هنتكلم عنه النهارده، وهي مباراه اثيوبيا. وهي ان مصر لما لعبت اثيوبيا باول ماتش كسبت 4-0، وكانت ديبه هو اللي جايب الاربع اهداف، لعيب من الاتحاد الكبير كده. استاذ صادق هيغشش المشاهدين الاجابه على السؤال بتاع السوشيال ميديا، اكتبوا عندكم حضراتكم. فسبحان الله هي جايه كده، انا ما كنت فاول مباراه لعبنا اثيوبيا كسبناها. وبعدين السؤال برضو لازم نعرفه للناس، هل هو الناس برضو اللي معلوماتها بسيطه، هل لما مصر لعب مع اثيوبيا كم عدد اللقاءات؟ هو في النهائيات بشكل عام ولا في النهائيات؟ في ناس تقول لك لا هم لعبوا نهائي قبل كده افريقيا مع بعض. لا هو النهائيات. يبقى هل السؤال بمعنى ان في كل النهائيات كاس الامم الى تصفيات مصر لعبت مع اثيوبيا، ولا هو نهائيات اللي مصر لعبت مع اثيوبيا في بعض النهائيات؟ فطبعا النهائيات ان احنا قلنا في 1957 اول ماتش كسبناه 4-0 وجاب اربع اهداف، الكابتن ديبا لعيب الاتحاد الكبير واللي بعد كده كان حكم كبير ومسك في اتحاد الكوره، كان شخصيه جميله، وكسبنا 4-0 في 57. قلنا الله ده جميل قوي، المباراه الاولى ديت كاس الامم الافريقيه دي عملت حاجه محبه جميله، بنحاول نزود الدول اللي حوالينا، الكونغو وغيرها وغيرها وغيرها. المهم جم في بعدها بسنتين عملوا بطوله 1959، واحنا هنشوف بعد كده صور دلوقتي جايبنا هنا. ف 59 سبحان الله كسبنا برضو نفس السكور 4-4، كابتن الجوهري وكابتن ميمي الشربيني 4-0، كاننا كنا واخدينها ايه زي بيقولوا بالبلدي كلمه اولى 4-4. ففينا صور هتظهر دلوقتي. طب ده بشرة خير لماتش بكره. لا ان شاء الله، وان كان بعد التاريخ اللي بيقول ان في اغلب ماتشة مصر واثيوبيا بيبقى فيها نوع من العنف شويه في الملعب، يعني في نوع من الصراع. لا احنا هنبدا دلوقتي باللقاءات كابتن صالح سليم وبطوله 59. انا جايب اربع صور من 1959، كابتن صالح سليم رافع الكاس. انا كمان عايز اقول حاجه، لما انا اتكلم عن بطوله 59 هنتكلم ازاي بقى؟ هنقول كانت البطوله اللي رفع الكاس مين؟ كابتن منتخب مصر كابتن صالح سليم. فلما نجيب كل فتره كده نتكلم نقول مين النجم اللي كان بازغ وكان واجهه مشرفه لمصر وكان كابتن لمنتخب مصر، هو الكابتن صالح سليم. طبعا ده محبوب ومعشوق الجميع مش بس الاهلاويه بصراحه. التاريخ، ارجع التاريخ، يعني من الشخصيات اللي قدرت بجد تحبب فيه كل الانديه والانديه المنافسه وجماهير الانديه المنافسه. طبعًا. يعني من الطراز الاول طبعًا. الى الان حتى لو في منافسين لينا او بعض محدش بيختلف على صالح سليم، محدش بيختلف على صالح سليم. قيمه وقامه وتاريخ واحتراف وحاجات كثيره جدا جدا. والتاريخ يعني انا عشان راجل تاريخ بقول ان التاريخ عندي بيقول ان صالح سليم ده شخصيه عظيمه جدا، شخصيه جباره في اتخاذ القرارات، في المبادئ، في الاخلاق، في كل حاجه. ايوه اشكر جدا. الاقليم الجنوبي ان احنا كنا ساعتها بنقول الاقليم الجنوبي والاقليم الشمالي مصر وسوريا، كنا نقول كده. ايوه صح، دي في كنا بلد واحده طبعا. 59 في اول مباراه الدوره الافريقيه
ها السوداني واثيوبيا بكره لكل مصر والسوداني. احنا كسبنا كام؟ 4-0 دي في 59. واللي شال برضه عايزين نقول اول بطولتين شالوهم مين؟ شالهم الكاس كابتن صالح مصر. اوكي مصر كابتن صالح 59 57 كان كابتن صالح ما لعبش 57 لعب 59. اوكي فده اول ماتش اللي هو 59. هنشوف بعض الصور تانية على هامش هذا اللقاء ما بين الكابتن صالح سليم. ده المنتخب. الله شوف بقى الجمال. كابتن عادل هيكل، كابتن طارق سليم رحمه الله. خبر ابيض. بص كابتن طه اسماعيل. كابتن طه اهو. خبر ابيض. تحتيه كابتن يوسف. شكله اختلف. عايز اقول لك على حاجه، كابتن صالح سليم زي هو ما اتغيرش. وكابتن الجوهري نوعا ما. وكابتن الجوهري عايز اقول لك، بس كابتن ميمي الشربيني لا اتغير. وكابتن طه اسماعيل اتغير. عادل هيكل لا ما اتغيرش. الله يرحمه كابتن رفعت الفنجيلي ابن دمياط، كابتن النادي الاهلي، كابتن عادل هيكل، كابتن طارق سليم اخو كابتن صالح سليم، كابتن علاء الحمولي، كابتن ياكا حسين ملك التغطيه. ها وازاي الصوره من تحت هنا مين بيسلم الكاس لكابتن صالح سليم؟ المشير عبد الحكيم عامر رئيس اتحاد الكره. ايوه كان وقتها رئيس اتحاد الكره. لا ما مكتوب كده صيغه كده المشير عبد الحكيم عامر بين قوسين رئيس اتحاد الكره وجنبه رئيس اتحاد الكوره. يسلم كاس امم افريقيه 59. ما انا عشان كده استغربت قلت يعني ازاي كده. لا لا هو حاطينه جنبه رئيس اتحاد الكوره. حرف الواو وقع منهم في الطبعه دي ورئيس ممكن. اتحاد الكوره. شوف الجمال هنا التصوير. وكابتن عصام بقيت جاب جولين واحنا كسبنا السودان 2-1. وكسبنا الماتش اثيوبيا الجوهري جاب 3 اجوان اهو مكتوب اهو. والشربيني كابتن الشربيني جاب جون. وكسبنا السودان 2-1. عصام بيجي جاب الجونين كابتن عصام بيجي رحمه الله. فشوف الجمال والتشكيل جميل ازاي والصوره جايبه كل حين. بقى هنا في المدرجات انا حبيت اجيبها على كبير شويه. هشوف كان في جمهور اهو وازاي هنا الكابتن والفرحه واستلام الكاس. ها كابتن عبد الحكيم عامر يعني الاستاذ عبد الحكيم عامر كان ساعتها نائب عن رئيس الجمهوريه، كان قائد القوات المسلحه وكان هو اللي بيسلم الايه الكاس للفريق الفائز. ده في 1959. هنجيب بقى بعض انا جبت النهارده بعض مقتطفات من لقاءات مصر واثيوبيا. دي صوره ثانيه جميله قوي جايب الكابتن عادل هيكل اهو جنب الكابتن صالح سليم وهنا بيسلم عليه اول ما طلع. ليه انا بجيب من جميع الجوانب الاحتفاليه الجميله؟ وصوله بالالوان جابها الكابتن صالح سليم كانت معروضه في جايه اخر ساعه. وازاي هو بينطق الكوره وكان عامل معاه حديث شيق جدا وكان بيتكلم عن مستقبل الكوره المصريه. ايوه يعني كان عنده يعني وجهه نظر رؤيه 50 سنه قدام والتاريخ هيبان كل اللي قال عليه وافكاره فعلا موجوده. كان اسمه المايسترو من شويه يعني طبعا مفيش القاب طبعا بتطلع كده. هنا بقى الماتش ده بقى فيه بقى حاجات كثيره قوي غير انه ماتش.